أجل تجنيد الشابات والشبان، من أجل رفع مشعل. وفي هذا الأساس نحن نحبذ هذا النوع من التبادل المباشر. قطاع الفلاحة يتطلب تكوين ويتطلب مرافقة، وهذا ما سوف نشتغل عليه، بالمرافقة الميدانية والتكوين، باستعمال وتوفير جميع أجهزة التكوين التي متاحة على مستوى وزارة الفلاحة. وما هذا اللقاء إلا يعني نموذج الذي نتوقعه وننتظره من مبادرة الشباب. إننا سنسعى جاهدين لدعم ومرافقة كل المؤسسات المنشأة، ودعم كل التظاهرات التي تهدف وتصب في هذا الهدف من في مجال الفلاحة، حيث ترى بلادنا أن الذهاب قدما نحو الفلاحة وتحسين المنتوجية قد أتى ثماره في مجالات متعددة. المشروع سيتسنى في القيام بتربية النعامة في جنوب ولايتي. علاش؟ لأن النعامة هي من اللحوم الحمراء وعندها بزاف المنافع الصحية، وهي غنية بالبروتينات اللحم تاعها. احنا كنا نحوسوا لي زعما انو بوس فيغ لافون بو رياليزي المشاريع تاعنا. هو الزراعة المحمية خارج الطلبة في نظام الهيدروبونيك. نستنى من المنطقة هذا هو التعطير، ديجا فكرة المشروع ديجا عندي، التعطير القانوني وتمويل طرق التمويل المالي للمشروع.